ذكر المصنف رحمه الله حديث العرانيين في كتاب الحدود، وفيه ذكر القصاص، فلا يكون حقه في كتاب القصاص أولى من كتاب الحدود؟ لا، هو ظهور الحدود فيها أكثر، ظهور الحدود أكثر، والحدود فيها قصاص، لأن قطاع الطريق قد يقتلون الأنفس فيقتص منهم وجوباً، يقتص منهم وجوباً، يتحتم قتلهم، إذا قتلوا الأنفس تحتم قتلهم، ولو لم يطالب ولي المقتول، لو لم يطالب لأجل حفظ الأمن، ففيه قصاص. نعم.